بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ آسف على التأخير، احتمال الفيديو ده يكون متأخر. الأول برحب بيكم في أول حلقة من الكورس بتاعنا إن شاء الله. طبعا كلكم عرفتوني الحمد لله. بعد كده هنتكلم عن الانترودكشن بتاعنا النهاردة. دي التوبكس اللي هنقولها في أول سيشن. الاحتمال يبقى عندنا النهاردة 2 سيشن أو 3. أول سيشن انترودكشن، هنتعرف الاول عن البرمجه وايه البرمجه والكلام ده. بعد كده هيبقى عندي كرييت سامبل سي شارب بروجرامنج، ازاي بعمل برنامج سي شارب وايه التايب بتاع سي شارب اللي هشتغل عليه. تعال نبدا بسم الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا. نبدا مع بعض كده الستار بتاعي. الاول يعني ايه بروجرام ويعني ايه بروجرامنج لانجوج. اول حاجه يا جماعه، علشان اعمل برنامج، يعني الاول برنامج مجموعه اوامر بتتنفذ بشكل معين عشان تنفذ لي مهمه معينه. زي مثلا ان انا عايز اجمع رقمين، وانا لازم اكتب جمل بشكل معين، دي يتحط في اطار برنامج. البرنامج ده وظيفته انه يجمع رقمين معايا. طيب لغه البرمجه او البروجرامنج لانجوج بقى هي السبيشال لانجوج او اللغه المخصصه علشان الكمبيوتر يفهمها فينفذ لي التاسك. يبقى انا عندي برنامج، البرنامج ده بيقوم بمهمه معينه، مكتوب بلغه ايه اللغه ديت؟ اللغه المخصوصه اللي بتتكتب بيها البرامج بتاع الكمبيوتر. مش هنستطرق كتير في الموضوع ده لان انا عايز اكتب. تعال نكتب. طيب علشان اتعلم اللانجوج ترانزيشنز بروسيسنج او عمليه المعالجه، وانا لما بكتب مثلا جوه سي شارب كود، ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان حضرتك بتكتب الكود ده في حاجه اسمها الهاي ليفل لانجوج. تمام، فكره الهاي ليفل لانجوج الكود اللي هو السورس كود اللي انا هكتبه. بعد كده بيحصل له عمليه كومبايلنج او عمليه ترجمه، بيترجم بصيغه معينه. هنعرف طبعا في الدوت نت بيترجم ازاي للماشين لانجوج او لغه الاله اللي هو الكمبيوتر بيعرفها اللي هي 0 1، عشان في الاخر يبدا البروسيسنج او عمليه المعالجه تتم ويطلع لي النتائج برضه بصيغه 0 1 من جوه البروسيسور او اللانجوج ماشين، وتترجم تاني للغه اللي اقدر اعملها عشان تتعرض لي. بس المهم ان انا مش محتاج الخط التاني، انا محتاج خط يحول لي من هاي ليفل لانجوج، من لغه مرتفعه المستوى، للغه الاله او الماشين لانجوج. الكلام ده بيتم من خلال الدوت نت. طب ايه فكره الدوت نت؟ اولا الدوت نت يا جماعه هو عباره عن بيئه للتطوير، تمام، والتشغيل. يعني ايه بيئه للتطوير والتشغيل؟ ببساطه جدا، انت علشان تكتب كود بالدوت نت مش لازم انت تنزل فيجوال ستوديو، يعني تنزل الدوت نت، تمام. طب وعشان تشغل الابلكيشن اللي هتعمله بالدوت نت عند العميل مش لازم انت تنزل له الدوت نت؟ طبعا مش مقصود بالدوت نت عند العميل ان انت تنزله الفيجوال ستوديو، لا، ده انت بتنزله حوالي 40 ميجا حاجه صغيره كده، اللي هي المكاتب، وهنعرف يعني ايه المكاتب اللي بتشغل الكلام ده. معنى كده ان البيئه دي بيئه للتطوير وبيئه للتشغيل، تمام. طيب البيئه دي بتمكنني من اني اعمل كلاينت ابلكيشن، سيرفر ابلكيشن، استخدم الاكس ام ال، ودي حاجه كبيره جدا. ادوات التطوير او الديفلوبر تولز، ان انا ازاي اشتغل بالادوات بتاعي وازاي استخدم الاكسبريشنز بتوعي او التعبيرات اللغويه. طيب برضك ممكن ما تكونش واضحه فكره الدوت نت دلوقتي، هبينها لك اكتر في الكود. انا عايز الحاجه تثبت على شكل عملي. ازاي الدوت نت فريم ورك بيشتغل؟ اتفقنا ان اي عمليه برنامج لازم بكتب سورس كود، يعني بكتب كود بطريقه ما اللي هي اللانجوج او اللغه اللي انا بستخدمها، بيحصل لها عمليه كومبايلنج او عمليه ترجمه للماشين لانجوج. هنا بتتم على 3 مراحل، وهي السورس كود بتاع حضرتك بتكتبه الاول، بيتحول للغه وسيطه في الفيجوال ستوديو اسمها ام اس اي ال اللي هي مايكروسوفت انترميديت لانجوج او اللغه الوسيطه. اللغه الوسيطه ديت مقصود بيها ايه؟ انت جوه الفيجوال ستوديو بتكتب سي شارب، بتكتب جي شارب مثلا، بتكتب في بي دوت نت، تمام، بي بي، كل الحاجات دي بتتكتب بسنتكس او لغات مختلفه، كلها بتتحول في الاخر لحاجه اسمها ام اس اي ال. عشان كده انت ممكن تستخدم برنامج معمول بالفي بي دوت نت وتعمله لايبرري او مكتبه وتستخدمه جوه السي شارب، لانه في الاخر كل ده هيصب
بمعنى او بوتقه واحده اللي هي مين؟ الانترميديت لانجوج او اللغه الوسيطه. طيب هي اللغه الوسيطه دي لغه مايكروسوفت عاملاها عشان توحد اللغات اللي عندها كلها في الباكج بتاع الاستوديو عشان تفهم. برضك ما وصلتش لفكره ان انا هطبقه ازاي او هشغله ازاي، هيوصل للماشين لانجوج ازاي. قال ببساطه خالص بيجي لي حاجه اسمها جاست ان تايم كومبايلنج. ده الكومبايلنج اللي بياخد الام اس اي ال اللغه الوسيطه ويبدا يحولها لغه مين؟ لغه الاله. طيب لغه الاله عشان تتحول لابلكيشن، علشان يبقى فيه ابلكيشن بقدر اشغله، بيجي عندي حاجه اسمها سي ال ار او كوماند لانجوج ران تايم. الكوماند او الحاجه اللي بتقوم بعمليه ترجمه من اللانجوج ماشين لشكل الابلكيشن والعكس. تمام؟ برضك الكلام ده نظريا ومش واضح ومش هيبقى قوي قوي الا لما ابدا اتكلم معاك فيه في التنفيذ. تعال نتنقل للخطوه اللي بعد كده. ايه انواع الابلكيشن اللي ممكن يطلعها فيجوال ستوديو؟ ويندوز ابلكيشن. ويندوز ابلكيشن المقصود بيه ستاند الون، يعني حاجه بتشتغل على الجهاز بتاعي زي برنامج انا مسطبه على جهازي بس. كونسول ابلكيشن، بالمناسبه الويندوز ابلكيشن بيبقى له انترفيس زي الاله الحاسبه، تمام؟ في زراير، في الكلام ده كله. برنامج الاله الحاسبه او برنامج البنت او برنامج الكالندر، الحاجات دي كلها اللي موجوده اصلا مع الويندوز دي برامج ويندوز ابلكيشن. كونسول ابلكيشن معناه انه هيشتغل اندر دوس، يعني بالكوماند بالاوامر. خلاص لايبراري معناه انه مش هيبقى له انترفيس، ده عباره عن مجموعه من الاوامر موجوده في ملف، الملف ده هيخدم تنفيذ برنامج تاني. اذا لما بتيجي تنزل برنامج كده وتروح للبروجرام فايل تلاقيه مجموعه من الفايلز، من اشهرها الدي ال ال او الدايناميك لينك لايبراري اللي احنا بنقصد عليها الكلاس لايبراري. طيب في عندي اي اس بي دوت نت ويب سايت. طيب لو انا الابلكيشن بتاعي ده هيشتغل على النت، بمعنى لو انا دلوقتي عايز اخش اعمل تسجيل على سايت، هو الابلكيشن اللي انت بتسجله ده او الصفحه اللي انت فاتحها دي بتاخد منك البيانات وبتحطها في داتابيز وبتعمل فاليديت عليها، بتشوفك انت مسجل باسم حد قديم، مستخدم باسورد صح، معمول فاليديشن ولا لا، وبعد كده بتقول لك تم، وتعالى بقى اللوج بالباسورد واليوزر نيم اللي انت عملتهم على الابلكيشن. طيب في عندي حاجه تانية اسمها اي اس بي دوت نت ويب سيرفيس. ايه فكره الويب سيرفيس دي بقى؟ اللي هي الخدمات. زي مثلا انا عايز اعمل دلوقتي برنامج يحدد لي سعر العمله، طب معنى كده ان انت محتاج داتا بيز من البنك المركزي علشان يقول لك سعر العمله ابديتنج. طيب قال لك البنك المركزي عمل ابلكيشن، هو عباره عن ويب سيرفيس يعني خادم، حضرتك ما بتبرمجوش، حضرتك بتنادي عليه جوه الابلكيشن بتاعك. يعني تبقى عامل صفحه كده تقول له والله انا صفحه مثلا ببيع واشتري زي اطلب سوق دوت كوم، الحاجات دي كلها. طيب انا الحاجه بتاعتي او المنتج بتاعي هيتباع بالدولار، طب اعمل ايه علشان اعرف هو هيساوي كام مصري؟ لو انا بعمل ابلكيشن كويس انا جاي اعمل لك ويب سيرفيس كده رابطها مثلا بالبنك المركزي المصري، جاي حاجات جاهزه وابدا اقول له والله ده الدولار النهارده بيساوي كذا، يبقى هو هيقدر يعمل الديل بتاعه بشكل واضح. طيب نتنقل للسلايد اللي بعد كده، نبدا مع اول حاجه الفيتشرز اوف نيم سبيسنج، او ايه فوائد النيم سبيسنج. انا كده دخلت في الموضوع بسرعه ومش هقرا الكلام ده ولا هشرحه دلوقتي، تمام؟ وايه هي الاف سي ال او الفريم ورك كلاس لايبراري، كل الكلام ده هنقفل، تعال نفهم يعني ايه كود. طيب قبل ما اروح للكلام ده معلش هوقف البرزنتيشن بتاعي، احنا واقفين عند السلايد دي. انا عايز اعرف ازاي افتح فيجوال ستوديو. طبعا انت الاول هتسطب عندك فيجوال ستوديو سواء 2010 او 2012، ويفضل يكون 2012، تمام؟ وهتبدا تشغله. انا عندي هنا الايقونه بتاع فيجوال ستوديو، ببدا اضغط عليه، بدا يحمل معايا الفيجوال ستوديو عشان اعمل اول ابلكيشن، تمام؟ اول ابلكيشن ليه اعمل ايه؟ قال لك هتروح تضغط على حاجه اسمها نيو ابلكيشن، موجوده عندي هنا في الصفحه الرئيسيه اللي هي الستار بيج، او ممكن تروح لقائمه فايل وتختار منها نيو وتختار منها بروجكت، الاثنين واحد. طيب ضغطت على نيو بروجكت بيبدا يطلع لي الكاتيجوري او التمبلتس اللي ممكن اعمل منها برامج اللي احنا لسه قايلين عليها، منها مثلا ويندوز ابلكيشن، منها دبليو بي اف، منها كونسول، منها كلاس لايبراري، كل واحده من دول هنفهمها واحده واحده. بس عشان اشتغل صح المفروض ان انا هشتغل المره دي كونسول ابلكيشن. حد بسرعه هيقول كونسول ابلكيشن اللي هو الاندر دوس الشاشه السمراء،
هنشرح الكونسيبت عليها، وفي نفس السيشن هناخد شكله على الويب. يبقى احنا كده بنضرب اتنين تمبلت في نفس الوقت، او بناخد اتنين تمبلت في نفس الوقت، اللي هو الكونسول كمفهوم او كونسيبت عشان بيبقى واضح فيه اكتر، وبعد كده نتنقل للويندوز عشان نطلع منتج. انا يهمني ان انت تطلع معايا منتج. برضه في بقيه الصفحه فيها حاجات كتيره قوي، منها مثلا هشتغل ويب، هشتغل كلاود، هشتغل ريبورتس او ريبورتنج. الحاجات دي كلها هنسيبها دلوقتي وتعالى نمشي واحده واحده. يبقى انا الاول اخترت اللغه. طبعا اول ما هتسطب البرنامج ممكن يبقى عندك مجموعه من اللغات اكتر من دول. طيب انا بحدد اللغه الاول فيجوال سي شارب، انا هشتغل بالسي شارب، وهشتغل في كاتيجوري الويندوز، وهشتغل ويندوز كونسول ابلكيشن. يبقى ويندوز كونسول ابلكيشن، مش هشتغل ويندوز فورم ابلكيشن ولا دبليو بي اف ابلكيشن. هنشتغلهم بعد كده بس واحده واحده. طيب في الكونسول ابلكيشن في حاجه تانية لازم نعرفها هنا. انت شغال على دوت نت فريم ورك كام؟ تمام. تلاحظ هنا الاصدارات بتاعه دوت نت فريم ورك 2 3 3 ونص 4 5 ونص. احنا طبعا بنشتغل على اخر اصدار اللي هو 2012. اللي معانا ده شغال على دوت نت فريم ورك كام؟ 4.5. طبعا نزل 5 عشان نبقى عارفين، تمام. وممكن يومين ثلاثه ينزل 6 ينزل 7، هما شغالين. الفكره كلها هي ايه فكره الدوت نت فريم ورك ديت؟ تعالى معايا واحده واحده نتكلم على تاصيل الدوت نت. هنفتح البنت ونشرح. طيب واحده واحده كده، هو قال لك ان انا عندي شويه اكواد بتنفذ بعض الاوامر. هندي مثال، لو انا عندي فورم، ادي فورم بتاعي مثلا نافذه عايز اطبع، يبقى انا محتاج امر اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه برنت. كويس. طيب امر البرنت ده مش ممكن قبل ما اطبع اتفرج على الطباعه؟ يبقى انا محتاج حاجه اسمها ايه؟ برنت بريفيو، صح؟ ان انا اتفرج على شكل الطباعه بتاعي هيكون شكله عامل ازاي، صح؟ تمام. طيب سألك حاجة تانية، قال لك مش ممكن قبل ما تطبع أو تعمل برنت بريفيو تشوف إعدادات البرنتر بتاعك، يعني السيتنج مثلا أو السيت أب. إن أنا المفروض أشوف هطبع بورتري ولا لاندسكيب، بالطول ولا بالعرض، هطبع على ورق A4 ولا A5 ولا لتر، الحاجات دي كلها. قال لك طيب مش كل واحدة من دول عبارة عن هنقول فانكشن أو ميثود، إجراء أو طريقة. انا بقرب لك المسميات اللي احنا هنشتغل بيها، تمام. طيب يعني انا عندي امر او اجراء اسمه برنت، مجرد ما بضغط عليه او انادي عليه المفروض بتتم شويه حاجات، منها اخرها ان تطلع الورقه مطبوعه. برنت بريفيو يعرضها لي قبل ما يطبعها، سيتنج يقول لي الاعدادات. طيب مش الحاجات دي كلها مرتبطه بالطباعه؟ قال لك خلاص، طب ما انا ما اسيبش الاوامر كده مفككه. زي ابسط مثال، انت عندك فايل هنا، مش فايل في عندك فيها حاجه اسمها برنت؟ لما بفتحها بلاقي مجموعه الاوامر اللي احنا لسه قايلين عليها، البرنت والبيج سيت اب والبرنت بريفيو. طب هو عشان يجمعها لك هنا، عشان لما تقصد حاجه معينه عايز تتعامل مع البرنت تروح للزرار بتاع البرنت او الليست بتاع البرنت تلاقي الاوامر. نفس الحكايه هنا، هو راح جاي مجمع الحبة دول أو حبة الميثود أو الفويد أو الأوامر دول، وراح جاي حاططهم في حاجة اسمها الكلاس. يعني إيه كلاس؟ زي ما بنقول راح جاي مجمعهم جوه حاجة اسمها كلاس. يعني إيه كلاس؟ بوتقة شايلة مجموعة من الأوامر أو الميثود. طيب أنا عندي بقى حاجة بتتكلم عن البرنت، وحاجة بتتكلم كلاس تاني بيتكلم عن النيو، اللي هو يا ترى نيو بيج ولا نيو ايمج، يعني جواه مجموعة منين؟ تمام. قال لك طيب الحاجات ديت علشان انظمها كويس ممكن نحطها في نيم سبيس. طلع من هنا، يبقى دي اسمها كلاس. المقصود بالكلاس اللي هو ايه؟ كونتينر بيحوي مجموعة منين؟ من الميثود، الأوامر، وكل امر فيه مجموعه من الستمنتس او الجمل اللي المفروض بتتم خلاله. طيب بقى عندي كلاس للطباعه، او كلاس بيتعامل مع مجموعه الاوامر النيو والبرنت، وحاجه بتتعامل مع الفورمات، وحاجه بقى عندي اكتر من كلاس. قال لك عشان نوحد الكلاسات ديت نحطها في حاجه اسمها النيم سبيس.
يبقى النيمسبيس هي عبارة عن ايه؟ مكاتب من الكلاسز. يبقى موجود عندي مجموعة من الكلاسز. الكلام ده هيتشرح ان ديتيلز اكتر في الاو او بي او الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، تمام؟ طب وتحت الكلاس في عندي مجموعة من الميثود. الشكل الهيراركال او الشكل الهرمي ده هو اللي المفروض ان هو هنا بيتكلم عن النيم سبيس، بيقول لي والله اصل النيم سبيس دي في الاصل هي عباره عن اورجنايز، تنظيم للكلاسز بشكل منطقي وهرمي. ان اقول لك ان انا عندي امر، الامر ده موجود اصلا جوه كتاب، الكتاب ده موجود في مكتبه، تمام؟ ومجموعه الاوامر والمكتبات دي في الاصل بتساعدني عشان اوصل اني اكتب كود واعمل حل الايشوز او القضايا اللي عندي، وكمان تعمل لي قرايه للكود بتاعي، تمام؟ من اشهر طبعا النيم سبيس اللي احنا هنتكلم عليها، في عندي حاجه اسمها ايه؟ سيستم، تمام؟ طيب هي سيستم، وهي عندي سيستم دوت سيكيورتي، دي نيم سبيس ثانيه، وعندي نيم سبيس ثاني. كل الكلام ده بنقول عليه ايه؟ دوت نت فريم ورك كلاس ايه؟ لايبراري، مكتبات، او الاختصار بتاعه اف سي ال، تمام؟ مكتبات الدوت نت اللي بتدعمك في عمليه كتابتك للكود واللي بتقراه وقت التنفيذ. ايه ده؟ يعني ايه بتدعمني وقت كتابتي للكود وبتقراه وقت التنفيذ؟ مش فاهمها دي. طيب هنقفل البنت ونرجع للشكل بتاعك. تعال نيجي هنا ونكتب، احنا طبعا بعمل ابلكيشن جديد زي ما قلنا، فايل نيو، واخترت من هنا ويندو، واخترت من هنا كونسول ابلكيشن، وهغير اسم الابلكيشن بتاعي ونقول مثلا فيرست اب، تمام؟ وهنغير الباس بتاعه للمكان اللي احنا هنشتغل بيه على طول، تمام؟ وهبدا اقول له اوكي. هيبدا يحمل دلوقتي مجموعه المكاتب اللي احنا بنتكلم عليها. الاول بس نكبر خط كده عشان الدنيا تبقى اوضح. في عندك في الاول لما باجي اشتغل على الكود بتاعي طلع لي هنا حاجه اسمها يوزنج سيستم وسيمي كولوم، ويوزنج سيستم دوت كولكشن جينيريك سيمي كولوم، ولينك يو وتكست وثريدنج تاسك. شويه الحاجات ديت معناها ايه؟ دي شويه النيم سبيس، المكتبات، تمام؟ طيب يعني هو مستخدم مكتبه اسمها ايه؟ سيستم. طب نقفل المكتبات كده، معلش، واحده واحده. الاول انا بفرجك على الكود، لسه هفهمك الاول انترفيس بعد كده. طيب في عندي حاجه اسمها ايه؟ نيم سبيس. ايه ده؟ هو اللي انت بتعمله في حد ذاته عباره عن نيم سبيس؟ اه، مش انا بكتب كود؟ مش الكود ده ممكن يتجزأ منه مجموعه من الكلاسز، وجوه كل كلاس مجموعه من الميثود، فبرضه في البروجكت بتاعي عباره عن نيم سبيس، تمام؟ لان يعني ممكن اطلعه بدل ما يبقى مشروع بيتنفذ انترفيس، احنا لسه قايلين من شويه من الانواع حاجه اسمها كلاس لايبراري، ان انا اطلعه ملف دي اللي يخدم برنامج، تمام؟ طيب التنظيم بتاعنا هنا لو خدنا بالنا، نيم سبيس له اسم، ده اسم الابلكيشن بتاعي، جواه حاجه اسمها كلاس، وهو حاطه از ديفولت حاجه اسمها بروجرام، يبقى الكلاس ده بروجرام. تلاحظ ان هنا في عندي حاجه اسمها البلوك، البلوك ده اللي هو الكيرلي براكتس دي. جوه الكلاس في حاجه اسمها فويد، فويد دي اللي هي الميثود بتاعي. اه، في مسميات كتيره ممكن تقابلك، ايه ستاتيك وايه فويد وايه سترينج كلاس. هي واحده واحده كده. لو انا عملت كولابسنج كده لده، معناه ان الفويد ده جوه مين؟ جوه الكلاس. طب والكلاس جوه مين؟ النيم سبيس. لما اجي اعمل اكسباند تاني تلاحظ بقى ان كل حاجه جوه بعضها. طيب لو انا جيت هنا كده وخدت انتر ما بين الكيرلي براكتس، يبقى كده الكود بتاعي بيتكتب ما بين الكيرلي براكتس. ويعني ايه فويد مين؟ من هنا مبدئيا هقول لك هي الانتري بوينت بتاع الابلكيشن بتاعك. وخلي بالك السي شارب سنسيف كيس، يعني حساس لحاله الحرف، بمعنى ان الكابيتال غير السمول عنده. والدليل على كده لو انا جيت على الام دي، هي ام كابيتال خليتها سمول، بدا يطلع لي ديباج. هتلاحظ ان الديباج ده يعني انا لو عملت ران كده بستهبل. نشوف كده الايرور اللي طالع، بيقول لي والله الابلكيشن الكبير ده لا يحتوي على ستاتيك مين. طب وهي مين؟ هي المين دي الميثود اللي المفروض بعمل بيها انتري. ايه انتري بوينت؟ يعني ايه انتري بوينت؟ يعني علشان اشغل البرنامج ده لازم يكون عندي مين يخش يقرا الاوامر اللي هينفذها،
معايا؟ ولازم أن تكون الام ايه؟ الام كام. يبقى اول ملحوظه بنلاحظها في كتابتنا للكود ان لازم أن يكون عندي حاله للحرف مختلفه، يعني الكابيتال غير السمول، تمام. ولازم أن الابلكيشن على يعني الابلكيشن الواحد لازم أن يحتوي على مين؟ يحتوي على مين؟ انتري بوينت اللي هي هتشغله، اللي هتعمل له فاير، اللي من خلالها هيقرا الكود. طيب انا عندي المين، هبدا اكتب. قال لك علشان تكتب امر، انا هكتب امر كده وتعالى نفسره بعد كده. كونسول دوت، هتلاحظ ان كونسول طلع منها شويه ايه، شويه ليستات كده، ليست او الانتليسن كومبليت او التكمله الاوتوماتيكيه. لو انا وقفت عند كونسول كده هتلاقي في عندك حاجه اسمها كلاس، اقرا كده معايا، كلاس سيستم دوت ايه دوت كونسول. قال لك ده كلاس، والكلاس ده جاي لي اصلا من حاجه اسمها ايه، سيستم، صح؟ ايه ده؟ يعني انا لو عملت كده وشلت دي، ها الكلاس ده بقى متعرف؟ ما يعرفوش، ما يعرفش يعني ايه كونسول. قال لا، يعني معنى كده ان انا اللي بنادي على كلمه كونسول دي في الاصل هي موجوده في مكتبه، لازم انا اعرفها الاول. تمام، يبقى لازم اجي في الاول واقول له يوزنج، فوق اهو يوزنج، استخدم سيستم، والاس بتاعت سيستم تكون كابيتال. تمام، ده معناه ايه؟ اني اقدر اوصل للعناصر اللي جوه سيستم. هي ايه العناصر؟ سيستم نيم سبيس، يبقى اكيد جواها كلاسز، وجوه الكلاسز في ايه؟ ميثود. استحاله تلاقي ميثود او امر مش موجود جوه كلاس. تاني، استحاله تلاقي امر مش موجود جوه كلاس، يبقى لازم اي ميثود تكون جوه كلاس، والكلاس بيتحط جوه مين؟ النيم سبيس. ده الشكل اللي انا كنت بحاول اوضحه لك في النقطة اللي فاتت، إن أنا دخلت على طول على فكرة النيم سبيس، وكان في شكل هنا في البرزنتيشن بنقول فيه والله أنا عندي هنا حاجة اسمها سكرين، إن أنا أطبع وأقرأ اللي على السكرين، أو برنت أطبع اللي على السكرين، أكتب هنا رايت وهنا ريد مثلا اللي على السكرين، هنا برنت إن أنا أكتب. طيب سكرين وسكرين مش المفروض الاتنين دول كلاس جواهم أوامر؟ أيوه، ممكن أحطهم في حاجة اسمها إيه؟ سيستم، وسيستم هنا تعتبر إيه؟ نيم سبيس، والنيم سبيس عندي نوعها او ممكن اسميها بكلمه دي ال ال. هنعرف يعني ايه نيم سبيس بدي ال ال. هنخش في البدايه بتاعنا بقى اللي هو كرييت سامبل سي شارب كونسول ايه ابلكيشن. قبل ما اخش في النقطه دي، تعالى كده الاول، هو انا ينفع اروح اعمل كده؟ اهو مفيش مشكله، بس الابلكيشن بتاعك بيدعم اي مكتبه تكتبها؟ يعني مستخدم اي حاجه من الدوت نت علشان تقدر تبرمج؟ انا اسف، وانا لو جيت دلوقتي قلت له كونسول دوت يعرفك؟ ما كتبش اي حاجه، صح؟ اه، معنى كده ان انا الاول لازم أن اجي استخدم مكتبه، صح؟ طيب هو ينفع اعمل برنامج واستخدم جواه مكتبه من غير ما ابدا اقول له البرنامج عباره عن ايه؟ يبقى انا الاول قبل ما استخدم برنامج لازم أن اقول له النيم سبيس، ودي كلمه محجوزه. النيم سبيس المقصود بيها ايه؟ خلي بالك انا بعمل برنامج فروم سكراتش عشان افهم اكتر الاستراكشر بتاعه او الهيكله بتاعه. النيم سبيس المقصود بيها ايه؟ اسم الابلكيشن بتاعي ايه؟ بقول له والله اسمه فيرست اب. مجرد منزل لازم اعمل له التو بلوك او التو كيرلي براكتس، لازم احطه ان دي البدايه ودي النهايه بتاعه. اللي بعد كده كلام انا ما اعرفوش، ده كلام اي كلام، اللي بيتكتب ده اي كلام. المهم ان انا اعمل النيم سبيس لازم احط جواها على طول مين؟ الاقواس. طيب اتفقنا ان اي نيم سبيس عباره عن جواها حاجه اسمها ايه؟ كلاس. تمام، يبقى اقول له كلاس. طب اسم الكلاس ده عشان لما تحب تستخدم حاجه جواه تنادي عليه، اسمه بروجرام. انا كتبته غلط. تمام، ولازم احط اتنين كيرلي براكتس على طول. يبقى دلوقتي عملت برنامج اسمه فيرست اب، جواه كلاس اسمه بروجرام. طب اتفقنا عشان البرنامج ده يشتغل لازم يبقى عندي مين، لازم يبقى عندي مين؟ مين. طيب هنحفظها دلوقتي كده لحد اما نعرف يعني ايه ستاتيك ونان ستاتيك وفويد وايه الكلام ده. بقول له المين عباره عن ستاتيك فويد مين، واتفقنا ان المين لازم أن تكون ايه؟ الام كابيتال. برافو، واحط اقواس كده وانزل اديله الاثنين كيرلي براكتس. في حد ممكن يكون ملاحظ الفيديو من الاول هيقول لي الاقواس اللي ما بين
مين موجود فيها حاجه اسمها سترنج او انم او بارام سترنج اري، مش هتفرق معايا ايه اللي موجود جوه، هسيبه فاضي مش مشكله دلوقتي. هو انت بتعلمنا ان انا بكتب ميثود او كلاس او لا لا لا، انا بوريك الهيكله بتاعه تبقى عامله ازاي، ولازم أن تكتب اول مره بالشكل ده، يعني تخش تمسح زي ما انا عملت كده وتكتب عشان تتعود وتعرف ان انت هتنسى اقواس. وبعض الناس هتيجي تعمل كده، يعني معظم الناس بتروح عامله ايه، ستاتيك void main كويس، اتنين قوسين عاديين وانزل تحت افتح لي كل ويبدا يكتب، هيتلخبط ليه؟ هينسى الاخير. فانا بقول لك دايما لما تيجي تعمل البلوك تروح جاي عامل ايه؟ كل براكس وكاتب جوه. ديت هتبقى اصح. طيب انا كده عندي برنامج، طب انت مستخدم احد مكاتب الدوت نت فريم ورك او الاف سي ال او الفريم ورك كلاس لايبراري؟ لا. طيب هيفيدني بايه ان انا استخدم المكاتب دي؟ هيفيدك لانه هيعرفك الكود وهيستخدمه لك وهتبدا تشتغل بيه. فقال لي طيب هي المكتبه اللي انا عايز اشتغل بيها اسمها كونسول، او اسف الكلاس اللي اسمه اللي انا هشتغل بيه اسمه كونسول. كويس قوي. طب هو موجود في مكتبه اسمها ايه؟ قال لك سيستم. طب ما خلاص سيستم اهي، سيستم دوت كل الكلاسز اللي موجوده تبع مين؟ ها، تبع السيستم. فانا هقول له كونسول دوت على، يعني كده ان انا استخدمت نيم سبيس اسمها سيستم ودخلت جواها على كلاس اسم كونسول، وهبدا انادي على احد الايه الممبر او الميثودز او الفويد اللي جواه. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا بقول لك عايز اطبع كلمه هالو وورلد او هالو سي شارب او ويلكم ان سي شارب. طيب عشان اطبع في عندي امر بيشتغل في الطباعه، هو عباره عن ميثود اسمها كونسول دوت ريد رايت لاين. رايت لاين مقصود بيها انه هيطبع ايه؟ محتوى سطري. لما بفتح قوس كده بيقول لي والله انت محتاج تكتب ايه، وخلي بالك بيقول لك void، اقرا معايا كده void console dot write line، معناه ان انت هتكتب حاجه على الاوت لاين بتاعك اللي هو مين، الكونسول او السي ام دي. طيب اي حاجه نصيه لازم تتحط جوه السي شارب ما بين دبل كوتيشن، يعني احطها ما بين علامتين تنصيص كده، تمام. واقفل القوس، واي سطر في الدوت نت برمجي سطر، ما بقولش بلوك، سطر ما بقولش بلوك، سطر بينتهي بسيمي كولون. هتقول لي ازاي؟ اصل ده يا استاذي بلوك، في هنا دوت سيمي كولون، في هنا سيمي كولون، في هنا سيمي كولون، فده على بعضه كده اسمه بلوك. بلوك يعني ايه؟ وحده على بعضها كده. لكن السطور اللي داخل الوحده دي عشان اعرفك ان انا نهيت السطر ده ممكن يبقى تحته سطر تاني، باخد سيمي كولوم واضغط انتر فافتح سطر برمجي تاني مجموعه من الاستيتمنتس. يعني انا لو قلت له سيستم غلط دوت كونسول دوت رايت لاين، وافتح قوس واقول له مثلا هالو، طب وفوق كنا قلنا له ايه؟ قلنا له ويلكم ان سي شارب. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان ده هيتنفذ في سطر وبعدين ينزل سطر وينفذ ده. طيب عايز اشوف النتيجه بتاع الكلام ده. قال لك تقدر تروح لحاجه اسمها ستار او ران وتضغط عليه. بس انا لو ضغطت على ستار بص ايه اللي هيحصل، فتح وقفل على طول. ليه؟ اصله قال لك اعرض وما قالكش استناني، ففتح واشتغل على طول. طيب علشان اخليه يعرض ويستنى، في عندي حاجه اسمها كنترول اف 5. هي اف 5 لوحدها يعمل لي ايه؟ يعمل لي ران اللي هي نفس دي. طب وانت عرفت الكلام ده منين؟ لو جينا هنا اهو عند ديباج وفتحتها، في عندي حاجه اسمها ايه؟ ستار ديباجنج اللي هي مين؟ اف 5. طب ستار وذاوت ديباجنج معناه افتحه واستنى مني حاجه هعملها، تمام. فانا لو جيت هنا كنترول واف 5 فتحه وقال لي والله انا طبعت لك اول حاجه ويلكم ان سي شارب وبعدين تحتها هالو وقلت لك بريس اني كي تو كونتينيو، يعني يضغط اي سطر عشان تكمل، مجرد ما اضغط هيقفل. يبقى انا قدرت اشوف الريزلت بتاعي. طيب معنى كده ان انا لو عايز اطبع كل مره لازم اقول له سيستم دوت كونسول دوت رايت. شايف القصه دي؟ ان انا نادي على نيم سبيس اخد منها كلاس، انادي منه على
فانكشن او امر معين او ميثود استخدمه. طيب ينفع اريح نفسي وبدل ما اعمل العك ده كله اطلع هنا اقول له يوزنج سيستم؟ ده انت عملت عين العقل، واتفقنا ان اي سطر لازم ينتهي بايه؟ سيمي كولون. ده معناه ان انا ممكن على طول اروح جاي قايل له لا الغي دول بقى، كل مره انا عايز اشتغل على طول بروح نازل كده واقول له كونسول دوت خلاص شغال معايا. وتلاحظ ان الاوامر بتاع الكونسول كلها موجوده ولا لا؟ اهي كونسول دوت كل الاوامر موجوده. طب بالله عليك لو انا حطيت او مسحت ده كده، ها بص دوت، في حاجه مكمله؟ لا، ما خلاص انت شلت لي المكتبه اللي جاي منها كونسول معايا. يبقى ما ينفعش ان انت تشتغل بالكونسول الا لما تكون معرف النيم سبيس بتاعه اللي هي مين؟ سيستم. طيب يبقى انا عندي يوزنج سيستم، تمام، وكده بقى كل حاجه شغاله معايا عادي. يبقى انا اول حاجه عرفت ازاي اكتب كود. طبعا هتقول لي كان في نيم سبيس كتيره قوي، يعني منها مثلا يوزنج دوت سيستم، اسف، سيستم دوت كولكشن دوت جينيريك، دي كانت موجودة وكان عندي حاجة اسمها يوزنج. ايه دول كلهم؟ مكاتب، بس انا مش هنتكلم فيهم، هو بيجيبهم لك از ديفولت كده، دوت لينك يو مثلا، تمام، وكان في دوت تكست معايا، فدول شوية مكاتب هو كان حاططهم لي، انا مش ما اشتغلتش بيهم، يعني المكتبتين التانيين دول انا في غنى عنهم. ليه؟ لان انا يكفيني ده بس. يكفيني مين؟ الاولاني اللي ما اشتغلتش الا على الكونسول، والكونسول محتواه جوه مين؟ مجرد ما بقف عليها بيقول لي دي نيم سبيس اسمها ايه؟ سيستم. لو وقفت هنا هيقول لي ده كلاس اسمه ايه؟ كونسول. لو وقفت هنا هيقول لي دي فويد، فويد يعني ميثود، يعني اجراء، اجراء اسمه كذا بس. معايا؟ يبقى ده الشكل الاولي ليا للاستخدامات. في شويه حاجات هنا في الجنب احنا مش هنتكلم عليها، غير حاجه مهمه قوي وهي السوليوشن اكسبلور او المستعرض او المتصفح بتاع الابلكيشن اللي انت بتشتغل عليه. وده اللي بيقول لك والله المتصفح بتاعك او السوليوشن بتاعك، البروجكت بتاعك جواه مشروع اسمه فيرست اب. الفيرست اب ده اللي انت كاتبه ده جوه فايل من امتداد اسمه سي اس اللي هو سي شارب، وده اللي جواه كود معايا. وفي عندي حاجه اسمها ريفرنس، ريفرنس دي للمكاتب، يعني انا لو ضغطت على ريفرنس فتحناها كده بيقول لي والله انت شغال بمكتبه مين؟ سيستم، وشغال بمكتبه سيستم كور وداتا واكس ام ال واكس ام ال لينك يو، يعني دول كلهم مكاتب. طب معلش كده، هي المكاتب دي موجوده فين؟ يعني لو حبيت ان انا اشوف المكاتب دي، انا الاول هعرض هنا حاجه اسمها بروبرتي، خصائص. تعالى كده نعرض بروبرتي تحت، بيبدا يقول لي ان انا عندي باث. الباث بتاع مين؟ سيستم. ده هو عباره عن ايه؟ اولا سيستم دوت ايه؟ الديسكريبشن بتاعها عباره عن ايه؟ دي ال ال، يعني ملف دي ال ال موجود فيه الكلام ده. لو انا شفت الدي ال ال ديت موجوده في سيب، يعني انا كل اللي هعمله ان انا هاخد منه كوبي كده، وتعالى نفتح براوزر وهاجي هنا هعمل بيست لو واشيل بس الدي ال ال. ملاحظ بيقول لي ايه؟ سي وركينج فايل 86 اكس، الريفرنس بتاع الاسمبلي مايكروسوفت فريم ورك دوت نت فريم ورك اصداره كام؟ 4.5. ماشي يا سيدي، افتح كده. كل دي عباره عن ايه؟ مكاتب دي ال ال انا بشتغل بيها، تمام. هتلاقي في حاجات اكس ام ال دي لسه هنتكلم عليها. طيب لو انا جيت هنا وضربت اس كده فبدا يجيب لي الاسات. في عندي هنا حاجه اسمها اس كور، لا هنطلع فوق شويه، في عندي هنا اس سيستم، سيستم بس، انا سيستم بس، سيستم دوت دي ال ال. يبقى هي ديت اللي جواها اصلا الكونسول، والكونسول جواه مين؟ ها ما حدش يقول لي لو انا فتحتها مثلا على النوت باد هيطلع عندي لا لا، دي معموله بطريقه برمجيه، يعني انت هتفتحها تلاقيها معمول لها تشفير، فمش هيبقى عندك كل الكلام اللي احنا بنحكيه ده، بس انت بتنادي عليها وبتشتغل بيها. من غير الكلام ده لا، انت ما بتعرفش تشتغل. معنى كده ان ديت الدوت نت معايا. نرجع للمصطلح اللي انا كنت قلته، هو يعني ايه الدوت نت؟ بيئه
للتطوير والتشغيل، التطوير اللي عند الديفلوبر اللي هي عند حضرتك، لما نزلت الفيجوال ستوديو نزلت مكتبة الدوت نت بكل الادوات دي عشان تسهل عليك كتابة الكود. طب والتشغيل ده اللي عند الكلاينت، لما الراجل هياخد منك الابليكيشن ويشغله هتنزله الفيجوال ستوديو؟ لا، هتديله ملف ضمن التسطيب اسمه الدوت نت. كتير مننا بيجي يسطب برنامج يقول له انا محتاج دوت نت فريم ورك 4 او 4.5، كتير مننا يجي يشغل لعبه او يسطب لعبه يطلب منه دوت نت فريم ورك. ليه؟ اصل هي معموله بلغه الدوت نت، فمحتاجه شويه دي اللي ال اتعملت بيهم عشان تقدر تشغل الاوامر بتاعها، من غير المكتبات دي مش هتقدر تشتغل. خلي بالك، لان اللي انا بقوله، اي نعم انت مش ما بتكتبش كود دلوقتي، اللي احنا بنقوله ده ما خلانيش كتبت كود، اه بس هفهم الكود بيشتغل وبيكسكيوت وبيرن ازاي عندي وعند الكلاينت، لان دي هتفرق معايا كتير قوي في الاستراكشر او الهيكله اللي انا هعملها بعد كده. طيب ارجو ان النقطه دي تكون واضحه، ولو فيها اي حاجه مش واضحه ان شاء الله في المناقشه بتاعت بكره نفتح النقاش على النقطه دي لانها مهمه جدا جدا جدا. طيب وبالمناسبه في شويه حاجات انا بعملهم بسرعه مش محتاجك ان انت تتكلم عليهم دلوقت او تبص فيهم، اعتبر معايا ان احنا حاليا في الكورس الاولاني زي ما اتفقنا فاندمنتالز، فانت بتاخد مبادئ. بعد كده انجيب الكلام ده هيتاصل وهيبقى له شكل اوضح ان شاء الله. طيب ده الفيرست اب بتاعي، تعالى نقفل السوليوشن وهنحفظه. عملت قفلت كده السوليوشن من فاير، رحت حاجه اسمها كلوز سوليوشن، هي طبعا مش ظاهره دلوقتي، اهي كلوز سوليوشن، وهعمل نيو وهختار بروجكت، والبروجكت بتاعي هيبقى من نوع ايه؟ تمام، من نوع كونس. وهاجي هنا هنقول مثلا هنسمي المتغير بتاعي، يبقى انا كده الاول عرفت استخدام، انا ما كتبت ما علمتكش اي حاجه في كتابه الكود. احنا هنبدا بقى ناخد بقيه السيشن بتاعنا اللي هو الليسون الاولاني. كل اللي انا قلته في اللي فات ده يا جماعه خلي بالك، دي شويه النيم سبيس اللي من خلالها بقدر انادي على كلاسز، وانادي من جوه الكلاسز على مين؟ ها؟ اه على ميثود. طب وانا نفسي لما باجي انشئ الابلكيشن بتاعي بيبقى عباره عن نيم سبيس وكلاسز وايه؟ ايه ده؟ هو انا ماشي بنفس الهيراركال اللي ماشيه بيه مايكروسوفت؟ طبعا، لان حضرتك هتبرمج او هتعمل ديفلوب في بيئه مايكروسوفت غيرك ياخدها يشتغل بيه. انا ممكن انشئ دي ال ال صح؟ انا كمبرمج اقدر اعمل دي ال ال واديها لزميل ليا او مبرمج بادئ بحيث انه يقدر يشتغل بيها وتوفر عليه وهيعمل لها استدعاءات والكلام ده كله. عشان كده احنا بنتكلم في البروجرامنج، ان انا مش بس ببرمج للناس، انا ممكن ابرمج لمبرمج. تمام. بعد كده هنتكلم عن الكرييت سيمبل. اتفقنا ان انا الاول كونسول ابلكيشن والويندوز المين والكرييت سيمبل 1 والكود كومنت، ده اللي احنا هنتكلم عليه. اول حاجه بقولها لك ان انت هتشتغل على الكونسول بالشكل اللي قدامنا ده، تعالى نعمل فيو. انت هتشتغل بالكونسول بروجرامنج، ده البيز بتاعه او مبني على الدوس او الشاشه السمراء. اول حاجه بعرفك ان ده سوليوشن اكسبلور، ده مهم اللي بيعرفك العناصر بتاعتك. طيب لما باجي اعمل ابلكيشن بيبقى على الهارد ازاي؟ مهمه قوي دي. تمام. طيب انا دلوقتي فاتح الفيجوال ستوديو لسه ما سجلتش، هدي له اسمه، فاجي هنا اقول له مثلا سكند اب. السكند اب بتاعي او الابلكيشن رقم 2 اللي دي اب، تمام، هيتخزن في المسار ده. تمام. فجيت انا بعد ما اديته الاسم واخترت العنصر بتاع كونسول ابلكيشن او نوع التمبلت اللي انا هشتغل بيه وادي الباس وقلت له اوكي. خلاص النقطة اللي قدامنا دي احنا عارفين دلوقتي الكود اللي قدامنا ده مجموعة مكتبات، المكتبة الخاصة بتاعتي اللي انا بنشئها، الكلاس الاولي عندي، وبعد كده الميثود الاساسية اللي انا هشتغل بيها. طيب لو انا جيت هنا لو سمحت افتح لي ده في الفولدر بتاعه، فبدأ يقول لك بص انت في المسار اللي انت عملته في عندي سكند اب، جواه هتلاقي ملف الامتداد بتاعه اس ال ان، ده السوليوشن ده اللي يفتح لك البرنامج. يعني لو عملت برنامج وعايز تفتحه تاني بتروح تضغط دبل كليك هنا بيتفتح جوه الفيجوال ستوديو. طيب وجنبه فولدر بنفس اسمه، جوه الفولدر ده شويه فولدرات تانيه منها بن واوبجكت وبروبرتيز وشويه حاجات كده، منها مين؟ بروجرام دوت سي اس. حد خد باله؟ ها بروجرام دوت ايه؟ سي اس، ده الملف بتاع سي شارب. على فكره اللي انت شايفه كتابه هنا ده، بص كده لو انا فتحته في النوت باد اهو، ترجمة
مش هو ده الشكل اللي هناك؟ هو مكتوب، مكتوب كود. ايه ده؟ يعني انا ممكن اخش من هنا واعدل والكلام من ده واحفظ؟ اه هيسمع معاك مفيش مشكلة. اه بس انت معمول لك اديتور، معمول لك برنامج عشان تشتغل بيه. طيب في فولدر مهم قوي اسمه بن، جوه بن ديبج، جوه ديبج ده المفروض الملف التنفيذي بتاعك. طب هو فين ده؟ مفيش هنا حاجة اسمها سكند اب دوت اكس اي، فين ده؟ مش موجود صح؟ ما هو انت مجرد ما هتعمل الابليكيشن بتاعك وترنه، يعني هتعمل له بيلد تبنيه، هيبدأ يشتغل على طول. طيب ازاي الكلام ده؟ تعالى هنا اقول له كونسول دوت ريد لاين، او اسف رايت لاين، ويلكم. انا ما كتبتش في الابليكيشن بتاعي غير الكلمه دي. طيب عشان بقى اعمل بيلد للابليكيشن ده، ابنيه، يبقى عندي ملف اشغل منه البرنامج، مش هشغله من هنا. تمام. طيب ده بيتم ازاي؟ بتيجي على السوليوشن هنا رايت كليك وبتقول له بيلد ايه، بيلد سوليوشن، او ممكن تيجي من بيلد وتختار منها بيلد ايه، سوليوشن. الاثنين صح. طب معلش انا هخليه على جنب كده، دول كام قبل فايل؟ اربعه. حلو، جيت هنا على السوليوشن رايت كليك وقلت له بيلد سوليوشن. تمام خلاص هو عمل بيلد، وبقى هنا كام واحد؟ هو زود اتنين. سيبك من البروجرام ديباج، بقى عندي هنا حاجه اسمها سكند اب دوت اي اكس اي. لو ضغطت عليه دبل كليك بيفتح ويقفل، هو انا مش عامل له حاجه تقف معاه، يعني كده انا بشغل البرنامج بتاعي كاني بشغله من فيجوال ستوديو. يبقى انا كده عملت كومبايلنج، عملت ترجمة. طب والترجمة دي تمت ازاي؟ الاول اتأكد ان السنتكس بتاعك صح وبعدين بنى. بمعنى لو انا جيت هنا وقلت له كونسول دوت ريد او رايت رايت لاين سي شارب بقى كده، وما حطيتش السيمي كولون، حلو، هو حتى حاطط لك خط اهو، لان الكومبايلنج نفسه البيئة نفسها فيها كومبايلنج، فيها عملية ترجمة، بيقول لك والله انا مش لاقي مين ده. طيب لو انا قلت له رن، اه بيقول لي خلي بالك في ايرور طلع. لما بقول له نو، اوعى تقول له يس، دايما قول له ايه نو لما يطلع لك الرساله دي نو، بيطلع لي هنا حاجه اسمها ايرور ليست، والايرور ليست بيقول لك والله انا واضح ان انا عندي ايرور، انت نسيت مين؟ السيمي كولوم. لو ضغطت عليها دبل كليك يوقفك عندها، يعني انا لو واقف هنا وجيت ضغطت على الايرور ليست وضغطت دبل كليك على الاكسبشن اللي هو مدوني، بص وقف عنده بيقول لي انت ناسي مين؟ سيمي كولون. طب لو انا جيت هنا ورحت قايل له بيلد نفس الحكايه، قال لي مين؟ في عندك ايرو. طيب لو انا حطيت السيمي كولون ورحت جاي قايل له ايه؟ اكسكيوت كنترول اف 5، قال لي ويلكم ومين؟ طيب اتفقنا علشان اخليه يقف يستناني شويه، ممكن اجي هنا واقول له كونسول دوت ريد لاين، ده هيخليه يقف شويه. طيب لو انا رحت، خلي بالك انا زودت السطر ده صح، عملت ران او بيلد؟ لا. طب تعالى كده ننفذ، هو طبع وقفل، يعني كتب لي الكلمتين وقفل. اه علشان يحس بالتعديل اللي انا عملته ده لازم انا اجي هنا واقول له يا بيلد يا ريبيلد. بيلد هيبنيه، ريبيلد هيعيد بناء، الاثنين بالنسبه لي دلوقتي واحد. طيب هقول له بيلد، قال لي بيلد سكسيد، كتبت تحت واتشالت بسرعه. تاني كده بص معايا، ها بيلد سكسيدد، خلاص تمت زي ما انا واقف عندها كده. تمام لو عملت مينيمايز ورحنا لمكان الابليكيشن بتاعي وبدات اعمل دبل كليك، اه المره دي راح قايل لي ايه؟ ويلكم وسي شارب ووقف. هتقولي يعني ايه فايده الكونسول دوت ريد لاين؟ هي كده. لا انا لسه ما اتكلمتش بقى في الفوائد، انا بقول لك بس ان انا وريتك عمليه الترجمه. الكود ده اتحول لحاجه اسمها ام اكس اي ال، ام اس اي ال، الام اس اي ال اتحولت للغه الاله في الكومبايلر، الكومبايلنج اللي انت وانت بتكتبه، اللي انت وانت بتكتبه دلوقتي لو في اي ايرور او في اي حاجه هيعترض عليك ومش هيعمل عمليه بناء. بعد ما بيبني بيبنيها السي ال ار في شكل الابلكيشن علشان وقت ما تشغل الابلكيشن يتابعك الجي اي تي او جاست ان تايم كومبايلنج، علشان لو في اي حاجه يبدا يرد عليك. طيب
برضو الكلام ده تكنيكاليتي قوي، او مش هو ده اللي انا محتاجه. انا محتاج ان انا اكتب كود برضو. تعال نرجع لكتابة الكود. انا عرضتك على الانترفيس، تعال نتعرف على اول حاجة وهي الطباعة. اتفقنا ان المين هي الانتري بوينت، تمام، ولازم يحتوي البرنامج بتاعي على مين؟ على مين. وعملنا المين وبدأنا نكتب فيها كونسول دوت رايت لاين، وقلنا ان الرايت لاين ده ميثود مسؤول عن الكتابة في الدوس، بتيجي من كلاس اسمه كونسول، بيجي من نيم سبيس اسمها سيستم. واتفقنا ان انا علشان استخدم النيم سبيس فوق ده معناه ايه؟ ها قول معايا كده، معنى ان انا اقول يوزنج سيستم ان انا الغي فكره ان انا اكتب جنب اي كونسول من دول كلمه سيستم. سيستم لو لغيت دي لازم اكتب جنب كل واحده منهم ايه؟ سيستم. فبريح نفسي وبقول له اشتغل معايا يا سيستم عشان لما نادي على اي حاجه من جواك كنيم سبيس تجي لي. طيب ممتاز. ننزل تحت شويه وهنبدا نعمل انتر اكتف ابلكيشن، بمعنى انا عايز المستخدم اساله يرد عليا، تمام، اساله يعمل ايه؟ يرد عليا. في الحاله دي لازم نستخدم تايبنج او الكتابه جوه مين؟ جوه السي شارب. وعشان اشتغل مع التايبنج لازم اتعامل مع المتغيرات. يبقى اول كلاس عندنا اهو، انا هتكلمك دلوقتي عن الفاريبلز. يعني ايه فاريبلز؟ يعني متغير. بمعنى ايه متغير؟ مخزن موجود عندي في الميموري له شكل او له اسم، له داتا تايب، نوع بتعامل معاه. طيب شيل دول كده، وانا مجهز لك هنا ملف بقول لك ايه انواع المتغيرات في السي شارب. المتغيرات في عندي الاساسيات بتاعهم اللي هو البايت، وده حجمه 8 بت، بيشيل من 0 لحد 255، يعني اقدر اخزن فيه ارقام من 0 ل 255. في عندي الكاركتر وده 16 بت، بيشيل اي كاركتر يونيك، يعني حرف A B C حرف واحد. عندي الانت بيشيل من سالب 2 مليار لموجب 2 مليار، تمام، مع الفارق هتلاقي حتى ده 7 ده 8 عشان الزيرو، تمام. في عندي اللونج، في عندي الديسيمال، في عندي مين؟ طبعا اللونج هنا ارقام كبيره جدا عشان كده هو بيحجز 64 بت. في عندي الفلوت، دي الحاجات الانتجر، يعني انا بتكلم على الانتجر، تمام. في عندي هنا الفلوت او العشريات، ده بعد العلامه 7 ارقام، علامه العشريه يعني واحد وجنبه من 7 ارقام، من 15 ل 16، من 28 ل 29 بعد العلامه. ده الديسيمال، الدبل ومين، على فكره الدبل يقبل صحيح وعشري، تمام، لكن الفلوت ما يقبلش غير عشري، والديسيمال ما يقبلش غير عشري. طيب البوليان او الترو الفولس، الحاجه اللي هي ما بين صح او غلط. الاوبجكت كل اللي فوق ده ينفع الاوبجكت لانه بيزد على الاوبجكت، تمام. السترينج النصوص، طبعا هيبقى في عندي حاجات تانية بس لسه هنتكلم عليها بعدين. تعالى اعرف مخزن. يعني ايه اعرف مخزن؟ يعني بقول له انا عايز اخد من الراجل اسمه عشان يقول لي، اقول له انتر يور نيم، ادخل اسمك. فالمفروض ان الراجل بعد ما يكتب اسمه اقول له ويلكم فلان. معنى كده ان كل مره البرنامج ده لما هيشتغل هو واحد بعينه هو اللي هيبقى قاعد على الجهاز ده؟ لا، كل مره بيتغير. عشان كده هعمل له مكان في الميموري اخد منه الداتا. يبقى انا بتكلم دلوقتي عن عمليه الانتري او الادخال للبيانات، اخد منه الداتا اللي بيتكلم بيها وبعد كده ارد بيها. طيب فهاجي هنا اقول له كونسول، وانا عايز اظهر له رساله دوت رايت لاين، وافتح قوس واقول له انتر يور نيم. طيب هيدخل اسم. طيب ملاحظ ان انا عندي حاجه اسمها كونسول دوت ريد لاين، وعندي حاجه تانية اسمها كونسول دوت اسف رايت رايت بس، هي رابطه معايا دي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ تعال نعمل مثلا انتر يور نيم. تلاحظ في الاولانيه هيكتب النص ده ويستقبل منه الكتابه في سطر تحت، في الثانيه هيكتب السطر ده ويطلب منه الكتابه جنبه،
طيب نبص كده كنترول اف 5. ها في الاولاني قال لي انتر ايه نيم، ونزل سطر خبط في مين انتر يور نيم وبيقول لي اكتب. طب عشان تبقى اوضح هشيل ده وهعمل كنترول اف 5، بيقول لي دلوقتي ايه بريس يور انتر، لو بدات اكتب خلاص لغى. تمام. طيب لو انا شلت لاين وقلت له كنترول اف 5، بص المحس واقف معايا فوق اكتب على طول معايا. طيب يبقى لاين بيكتب الحاجه اللي انت هتكتبها له، يعني يكتب انتر يور نيم ويحط لك المحس جنبها عشان تكتب في نفس السطر. طيب كونسول دوت رايت لاين ده معناه اكتب اللي انا هقوله لك وانزل سطر عشان تستقبل اللي هيتكلم اللي هيكتبه. طيب الراجل هيكتب حاجه، طب ما هي كده مجرد ما يكتبها، يعني انا لو جيت هنا يا جماعه قلت له مثلا كونسول دوت ريد لاين وعملت كده، الراجل بيقول له انتر ايه انتر يور نيم، كتبت سيد حواس حلو. طب مجرد ما ضغطت انتر في حاجه حصلت؟ ده بالعكس، ده البرنامج خلص واللي انا كتبته جوه الميموري ده اتمسح، او اسف على الكونسول. طب انا عايز اخده اعينه جوه الميموري عشان اعمل بيه اي عمليه تانية، قال لك خلاص اعمل لي متغير. علشان اعرف متغير في عندي طريقتين للمتغير، ان انا بعمل له حاجه اسمها او خطوتين، الاول بعمل له حاجه اسمها انيشلايز او عمليه تعريف، ان انا اجي اقول له النوع سترينج، سترينج هنا مقصود انا عايز متغير من نوع نصي اسمه نيم سيمي كولون، خلاص انا كده عرفت متغير معايا. طيب تعريفك للمتغير خلاك تدي له قيمه، ممكن اجي بعد ما اقول له اقول له سترينج نيم نيمز عشان ما ينفعش اخلي النيم واحد، واجي اقول له ايكوال ما بين دبل كوتيشن، ما احنا اتفقنا اي نص بتحط ما بين دبل كوتيشن سيد حواس سيمي كولون، هي سترنج فيها غلطه بس ار اي. ها ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو جيت هنا وقلت له اطبع لي نيمز، معلش انا اسف كونسول. بالمناسبه في حاجه اسمها سنابنج هنتكلم عليها كمان شويه. تمام، ان انا كل مره لازم اكتب كونسول دوت رايت، لا في اختصار سي دبليو ودي له اتنين تاب، كتب لك كونسول دوت رايت ايه لا رايت رايت لاين، هنا اروح قايل له ايه نيمز. طب حد ملاحظ حاجه؟ نيمز دي مش تحتها خط اخضر، لكن نيم تحتها ايه خط اخضر، ده معناه ان هي غير مستخدمه، يعني معمول لها ديكلير بس مش معمول لها يوزنج. تمام، يعني ما عملتلهاش اساين. خلي بالك انيشلايز ديكلير وبعد كده اساين، بمعنى ايه؟ انا لو جيت دلوقتي في نوع تاني اللي هو النص او الرقم عشان المساله تبقى اوضح، عشان حاسس ان ممكن تكونوا بتوه مني دلوقتي، لو انا جيت دلوقتي على نحفظ ده على انه هنا واحد، نفتح واحدة جديدة ادي الميموري بتاعي، لما باجي اساتذة اقول انت انت ده يعني رقم، يبقى انا عايز مخزن من نوع رقم اسمه اكس، يروح طالع فوق انه حاجز 4 بت وعيل دول بتوع اكس سيمي كولون. كده انا عملت ديكلير، يعني عرفت جوه الميموري مكان مخزن اسمه اكس. حلو. طيب في طريقة تانية، ان انا اجي هنا واقول له انت واي ايكوال 5، ده انا المفروض ان انا عملت له انيشال فاليو او قيمة افتتاحية، ان انا جيت هنا اهو رحت جاي حاجز مكان اسمه واي وحطيت جواه ايه يا اساتذة 5. برافو. تمام. طيب في طريقة تانية، ان انا ارجع اقول له واي ايكوال 10، ده معناه ان انا عملت له اساين. اساين يعني ايه؟ يعني القيمه اللي على اليمين هتخش في الشمال، يعني هيتشال 5 ويتحط مكانها كام؟ 10.
مررت له قيمة. طب والواي ده؟ الواي ده دايما هيبقى تحته ايه؟ زجزاج اخضر. الاكس اللي فوق ده زجزاج اخضر. ليه؟ قال لك اصله ما اتعرف، تعمل له ديكلير لكن ما استخدمش. طيب علشان اخليه مستخدم اجي هنا واقول له يا اكس ايكوال 5، بمعنى 5 خش جوه مين؟ الاكس، يروح على العنوان بتاع الاكس ويحطه جوه قيمه كام؟ 5. معنى كده لو انا عايز اطبع اكس اقول له اطبع لي اكس، فيروح يشوفها فيها كام ويطبع لي 5. هي دي فكره المكسب. معايا؟ ببساطه خالص. علشان تبقى المساله اوضح، او النهارده انا هتكلم في جزئيتين بساط قوي، هنتكلم عن السترينج النصوص، هنتكلم على الارقام الانتجر والديسيمال العشر والصحيح، تمام، وهنتكلم عن الديت والبولي والاوبجكت. يلا مفيش مشكله، انا ما عنديش اي مشكله في الكلام ده، مع ان انا يعني حابب خلال الشرح اوسع الموضوع واحده واحده، بس عامه هنبدا بدول. تمام، نشيل الكلام ده كله وهاجي هنا واروح جاي قايل له بدل انتر يور نيم، انا محتاج ان انا اخد اسمه. طب هو اسمه ده مش هيكتبه؟ يعني المفروض يجي لي من حاجه اسمها ايه؟ كونسول ريد لاين. فهاجي هنا واروح جاي قايل له سترينج نيم بيساوي، ها بيساوي ايه؟ ما بيساويش حاجه، انا بعرف متغير. طيب عرفت المتغير، تمام. طيب قيمه المتغير ده هيجي منين؟ هو بيقول لي دلوقتي مش مستخدم، هتيجي منين؟ ما هو الراجل هيكتبه، صح؟ فانا ممكن اروح جاي واخد الكلام ده كله كده واروح جاي هنا قايل له ايكوال. دايما صحح المعلومه دي، اول اوبريتور هتعامل بيه هو الايكوال. بص كده، اول اوبريتور هو الايكوال. الايكوال بيساوي اساين. يعني ايه اساين؟ يعني ان انا الحاجه اللي اليمين تتحط في الشمال. كان عندي مخزن اسمه النيم، مررت فيه كلمه احمد، يبقى النيم بقى جواه مين؟ احمد. اعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك لازم تحط لي ما بينهم كلمه مين؟ يساوي. يبقى يساوي اليمين دايما يتحط في مين؟ في الشمال. ده مبدا. فانا بقول لك دلوقتي الكونسول دوت ريد لاين هيتحط جوه مين؟ النيم. يبقى بقول للراجل دخل اسمك، اللي هيكتبه حطه في مين؟ في نيم. طب ما انا بعد كده ممكن اجي اقول له كونسول دوت رايت لاين نيم، اللي جوه النيم هاته. هتلاحظ ان النيم هنا مفيش دبل كوتيشن. ليه؟ اصل انا بنادي على متغير. عارف انا لو حطيت هنا دبل كوتيشن هيطبع لي ايه؟ مش هيطبع لي اللي جوه النيم، هيطبع لي كلمه نيم، لانها يعني اعتبر على انها سترينج مش مخزن. طيب عشان نوقف الموضوع ده تعالى كده، ها هقول له كنترول اف 5، في عندي غلطه تقريبا سيمي كولوم او قوس. انا لغيت قوس، نقفل بالقوس كده، تمام. كنترول اف 5، راجل بيسالك انتر يور نيم، بقول له سيد حواس وضغطت انتر، راح جاي قايل لي سيد حواس. طب انا عايزه يقول ويلكم سيد حواس، او اشتغل بحاجه اسمها كونكاتينيشن. ايه فكره الكونكاتينيشن؟ عايز اربط سترنج بسترنج تاني، فباجي اهو، بس ده مش سترنج، ده متغير، فبقول له بلس واجي قبل منه دبل كوتيشن واروح جاي قايل له ويلكم بلس سيد حواس. ده معناه اجمع النص ده على النص ده، مش اجمع هنا جبري، لا خلي بالك هو نفس الاوبريتور، تاني اوبريتور اهو البلس، بس البلس هنا انا بعمل ايه؟ كونكات او كونكاتينيشن، بجمع ما بين نصين. لو انا جيت قلت له كنترول اف 5 سيد حواس وضغطت انتر، الراجل قال لي ويلكم ايه؟ سيد حواس. يبقى فعليا كده انا عملت برنامج انتر اكتف يقدر يتعامل مع النصوص ببساطه خالص. تمام، نرجع للبرزنتيشن بتاعنا. بعرفك ان انا عندي حاجه اسمها البري ديفايند داتا تايب، انواع الداتا تايب اللي موجوده اصلا، هنتعرف عليها دلوقتي وهعمل مثال للمتغيرات. هو بيتكلم معايا ان انا في عندي انت وعندي حاجه اسمها الدبل. الانت باخد بحجز 32 بت، الدبل بحجز 64 بت. الانت بياخد ارقام زوجيه، الدبل بياخد ارقام اسف الانت بياخد ارقام صحيحه، الدبل بياخد ارقام صحيح وعشر.
ايه هو المتغير؟ مخزن بيتحط في الميموري. how to declare variables، ازاي بغير بعرف متغير، ازاي بعمل assign values to variables، ازاي بمرر قيم للمتغير. ده اللي هو الشكل اللي احنا قلنا عليه، اللي هو السنتكس بتاعي الداتا تايب، نوع المتغير، وبعد كده مين اسمه. كده انا عملت حاجه اسمها ديكلاريشن. طيب بعد كده المفروض ان انا هتعامل مع حاجه اسمها ها initial type او initial value، القيمه الافتتاحيه. ممكن اعرفه واحط قيمته الافتتاحيه على طول، او اني اعمل له assignment في خطوه تانيه. ده بالنسبه لي اسم المتغير بيساوي value، ده الاساينمنت. وممكن اللي هو ده الشكل بتاعه price بيساوي 10. تعال ندي مثال في الفيجوال ستوديو على الكلام ده. ننزل تحت شويه كده وهاجي هنا اقول له انت، ده متغير من نوع انت، معناه داتا تايب، نوع هياخد نص، هياخد رقم صحيح اكس. وعملت كده، ده معناه ان انا عرفت متغير اسمه اكس. طيب ورحت جاي عامل انت واي ايكوال 5، ده معناه ايه؟ معناه ان انا عملت متغير وعملت له قيمه افتتاحيه، ممكن اغيرها باساينمنت بعد كده، والاثنين واخدين زجزاج اخضر. ليه؟ لانهم ان يوزنج، ما استخدمتهمش. طيب بعد كده رحت قايل له انت زد بتساوي اكس بلس واي. بلس بلس دي زي بلس دي؟ لا، بلس دي ما بين سترنجات، تبقى بتعمل كونكاتينيشن. هنا بتعمل ايه؟ ها بتجمع. طب ده انا عندي كارثه، بيقول لي ازاي تعمل متغير وما تعملوش assignment. بص هو بيقول لي هنا ايه، using of an assignmented local variable x. ما ينفعش ان انت تجمع x وانت ما تدلوش قيمه. ممكن اجي هنا اهو بقى واروح جاي له x equal 10 مثلا، يبقى انا كده مررت له قيمه خلاص، كاني بالظبط بقول له 10 زائد 5، فالمفروض زد فيها كام؟ 15. طب اعمل الحكايه دي ازاي؟ قال لي مفيش مشكله، تعالى اقول له كونسول دوت رايت لاين واطبع لي قيمه زد. فيها مشكله؟ طيب خلي بالك علشان هفرق بحاجه تانية دلوقت، وركز فيها قوي لانها مهمه. لو انا قلت له كنترول بلس اف 5 انتر يور نيم سيد، انتر، قال لي ويلكم سيد، و15 اللي هم 5 ومين؟ 5 و10. طيب عايز اكتب كلمه توتال، فممكن اجي هنا واروح قايل له اذا توتال از، واعمل كده كونكاتينيشن، صح؟ مفيش مشكله. في اي مشكله يا جماعه؟ مفيش مشكله. فانا بقول له المجموع كام؟ 15. هيطلع لي بالشكل ده سيد. طبعا لاني ما عملتش. طب هحط هنا اهو كونسول دوت ريد لاين، كونسول غلط بس. وادي ران، طلب مني الاسم، ادي سيد، انتر، قال لي ويلكم سيد، ذا توتال از ايه؟ 15. حلو تمام، ده كده التوتال بتاعي 15. طب ركزوا في اللي هعمله ده. لو انا جيت هنا ورحت قايل له بلس اكس، معنى كده ان القيمه اللي في زد اللي هي كام؟ 15، هزود عليها 10 كمان، المفروض تبقى كام؟ 25. بص كده لما اعمل اكسكيوت سيد، قال لي ذا توتال از 15 جنبها 10، ده ما جمعش مع ان انا حاطط جمع. قال لك لو عملت جمع مع بدايه سترنج، كل اللي جاي بعده سترنجات، ما يجمع على سترنج فهو سترنج. دي قاعده تاني، ما يجمع على سترنج فهو سترنج، يعني اي كتابه هتجمعها على رقم هيبقى كله كتابه، مفيش ارقام. طب علشان اثبت لك ان الكلام ده صح، ما تيجي ناخد كوبي كده واحط ان هو اقواس بس، العمليات الجبريه العاديه اللي هي اولويات العمليات الجبريه. بقول له دايما واحنا بناخد في الرياضه كان يقول لك ايه، خلص الاقواس الاول او فضي الاقواس الاول، معنى كده انه هيجمع النص ده على المجموع الجبري لده. بص بقى الاختلاف هنا،
لما اجي اقول له ها سيد انتر، الاولاني قال لي 15 جنبها 10 جنبها النص، لكن التاني النص جنبها المجموع 25، وده الفرق. تمام؟ وعلشان اثبت لك ان ما يجمع على سترنج فهو سترنج، انا هاجي اهو وهشيل دي كده، وهاجي اهو كده ورجاء قايل زائد، بص بص، يا ترى ده يطلع لي نفس المشكله بتاعت الاولاني. ركز قبل ما تطرد. الاولاني انا كانت البدايه بتاعتي مين؟ سترنجايه، فكست، قال لي سترنج زائد اي حاجه تبقى الناتج سترنج، يبقى احط ده جنب ده جنب ده جنب ده، لكن هنا هيجمع وبعدين يجمع على سترنج. طب تعالى كده نعمل ران شوف ايه اللي هيحصل. سيد انتر، هو الاخير برضو قال لك 25 وبعدين this is ايه توتال. تمام؟ ليه؟ ليه قال كده؟ لانه خبط في انتجر، جمعه على انتجر وبعدين خبط مع سترنج، فخد ده كله على انه سترنجايه بعد ما حصل الناتج وبعدين اشتغل بيه. عشان كده القاعده بتقول ما يجمع على سترنج، يعني لازم أن يكون السترنج هو الاول، اللي بعد كده اسف ده مش ارقام، دي حروف بالنسبه لي. معايا؟ ملحوظه مهمه جدا 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 في النقطه دي. طيب كده انا عملت متغيرات وبدأت اشتغل بيها. طيب عايز اعمل متغير مثال كده بمشكلة لذيذة. تمام، نقفل الاخ ده ونفتح واحد تاني هنسميه المرة دي كالك اب، برنامج عشان يجمع. عايز اعمل برنامج يجمع رقمين. تعال نفكر بطريقة برمجية. انا هاجي هنا اول حاجه هطلب من الراجل انه يدخل الرقم الاول، يعني هتعامل بفكره الانتري. طيب البرنامج ده بعد ما اخلصه هحوله على طول مين؟ ان شاء الله دوت نت، اسف، ويندوز ابلكيشن. اول حاجه باجي اقول له كونسول دوت ريد لاين انتر، فيرست نمبر، دخل الرقم الاولاني. حلو. طيب الرقم الاولاني ده هاخده في متغير نوعه انت، فهقول له انت، ركز كده، انت ايه؟ انت نمبر 1 مثلا. عايزه يساوي ايه؟ بيساوي كونسول دوت ريد لاين، وسيبك من الايرور اللي هيطلع، معلش هدولنا دلوقتي. طيب عايز الرقم التاني كونسول دوت ريد، اشتغل بالسنابنج رايت لاين، قلنا عشان تعمل الحركة اللي فاتت او السنابنج دي بعملها ازاي. تاني كده بسرعة، بتكتب سي دبليو واتنين تاب، اتنين زرار تاب، وهكتب هنا انتر سكند نمبر، وهاجي هنا اقول له انت نمبر 2 ايكوال كونسول دوت ريد لاين، برضك نفس المشكله. وهاجي في متغير جديد اللي هو انت توتال ايكوال نمبر 1 بلس نمبر 2 واخيرا كونسول دوت رايت لاين ليه ذا ريزلت از، بس الكلام ده يتحط ما بين دبل كوتيشن واحط جنبه الكونكاتينيشن بتاعنا بلس توتال. ينزل تحت واقول له كونسول دوت ريد لاين عشان يوقف لي بس البرومبت بتاعي. بس ايه المشكلة اللي ظاهرة قدامك دي؟ دي حاجة اسمها الكونفرت او التحويل.
هتبقى السيشن اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن التحويل واحنا بنتكلم عن الستيتمنتس بسرعه كده. هو ريد لاين المفروض انه بياخد كتابه صح؟ ينفع اخد نص؟ خلي بالك الكونسول دوت ريد لاين في الاصل هو عباره عن سترينج، يعني بص وانا واقف عند الايرور كده هو بيكلمني ان الايرور ده بيقول لي ايه؟ cannot implicit convert type string to int، ما اقدرش اخد حاجه string نص اخليه رقم، مع انك هتكتب ارقام ماشي بس انا ما اقدرش اعملها، لازما على القليله تعمل لي عمليه تحويل. هنعدي النقطه دي بس وهشرحها ان ديتيلز المره الجايه. المفروض عشان احول اي حاجه لانت اجي هنا قبلها واقول له انت دوت بارس. ملاحظ معايا الاول انت ده تمام دوت ده في حاجات جواه بارس عمليه تحويل، وافتح قوس واقفله. خلي بالك انت هنا مش كلاس، انت هنا حاجه اسمها ستراك، دي حاجه هنتكلم عليها، لكن بارس عباره عن ايه؟ بارس دي المفروض ان هي ميثود جواه، ميثود بتشتغل على الكونفرت معايا. طيب شالت الموضوع، يبقى انا دلوقتي علشان احول حاجه من نص لنمبر لازم أنا اشتغل على انت دوت ايه دوت بارس، واحط اللي انا هيجي لي في قوس. خلي بالك من فكره الاقواس دي تمام. طيب تعالى نكسكيوت كده، فيرست نمبر بقول له 10. في عندي مشكله بيكتب في السطر اللي تحت، بحلها ازاي؟ شيل كلمه ايه لاين وكده هيكتب جنبه على طول، يبقى انا اقول له اكسكيوت تاني او ران. الرقم الاولاني 10 انتر، الرقم التاني 20، المجموع كام؟ قال لي المجموع 30. تمام يبقى انا كده عملت برنامج بيقدر يتعامل بيه. لو بصينا في البرزنتيشن مره تانية بيقول لك دلوقتي ان فكره ان كونسول دوت رايت لاين انتر يور ايدج ده مثال انا بديه تمام، فالمفروض ان الايدج بتاعي كده في ايرور انه بيطلب مني هنا الايدج لكن تحت بيبدا يخزنه في متغير، فللاسف المتغير من نوع انت جاي له سترنج فما يقبلش. طب عشان احل المشكله دي ايه؟ قال لك ان المتغير بتاعك بيخزن انت لكن انت بتقرا عباره عن كاركتر عباره عن سترنج، عشان احولها لازم اعمل لها حاجه اسمها كاستنج او كونفرت. طبعا الفرق ما بين الكاستنج وايه الحاجه النون كومباتبل والكومباتبل، وايه الحاجه اللي شغاله مع الامبليسيت والاكسبليسيت، كل الكلام ده هنشرحه في المحاضره الجايه ان شاء الله، هبدا بيه المحاضره الجايه، بس انا بفتح لك بس الموضوع الاول. عشان كده طبعا في المثال هنا انا استخدمت كونفرت تو انت 32 وهناك استخدمت البارس تمام؟ عادي الاثنين واحد. دلوقتي بعد كده هعرفك ان في فرق ما بين الاثنين تمام؟ المفروض ان انا كده اعتبر خلصت، بس انا المفروض هنعمل بقى السيشن بتاع الاسئله بكره. قبل ما اقفل او قبل ما اروح للموضوع ده تعالى نتعلم شويه حاجات لذيذه كده جوه السي شارب ناخدها بسرعه. مبادئ دايما هيبقى في الاخر الجزء الاخير ده الادفانس اللي نبدا بيه الحوار بتاعنا او السيشن بتاع المره اللي جايه. نمره واحد، هو انا عندي كام متغير؟ انواع كتيره من المتغيرات، انا قلت لك في حاجات كتيره اهي صح. تعالى ناخد اشهر متغيرات ونمثلها، نمثل التايبنج بتاعها. هاجي هنا ونقفل السوليوشن ده ونفتح بروجكت تاني من نوع كونسول وهنقول عليه داتا تايب ديمو. ايه فكره الداتا تايب وايه السنابنج والكلام من ده؟ طبعا السنابنج هوضحها لك اكتر لما نبدا في الايه الستيتمنتس اللي هي الفور والاتش والحاجات دي، الفور واللوب والاف والسويتش والحاجات دي كلها تمام. بس عايز اتكلم معاك الاول في فكرة التعاملات مع الداتا تايب. لسه عارفين من شوية ان انا عندي حاجة اسمها انت اكس ايكوال 5، في مشكلة؟ مفيش مشكلة تمام. ممكن اعرف بشكل تاني اقول له انت اكس او زد يساوي 10 كوما تي يساوي 20. ده معناه ايه؟ في الاولاني انا عرفت متغير واحد اسمه اكس واديته 5، في التاني عرفت متغير اسمه زد ومتغير اسمه تي والاثنين من نوع انت. يبقى ممكن تلاقي عندك سطر عندي مثلا خمس ست متغيرات، او زي المثال اللي فات عندي رقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاته ورقم اربعه، طب ما انا اعرفهم كلهم في سطر واحد بدل ما اكتبهم في اكتر من سطر. دي طريقه ودي طريقه
الاتنين واحد. بس خلي بالك اوعى تيجي هنا وتروح جاي قايل لي كوما مثلا، مثلا بوليان ان ايكوال ترو. انا اسف الكلام ده ما يصحش. ليه؟ لا ده معناه ان انت تنزل سطر وتعرف لي اللي انت عامله ده ايه في سطر لوحده. معنى كده ان سطر تعريف اكتر من متغير لازم أن يكون بنوع واحد مشترك في الاول. دي قاعدة معايا. طيب عملت متغير اسمه، بالمناسبة لما احب الغي سطر بس ما امسحوش ما يتطبقش، بعمل له حاجة اسمها كومنت. يعني ايه كومنت؟ بحط دبل سلاش قبل منه، اتنين سلاش، ده معناه ان الكومبايلر مش هينفذ الامر ده، وده بقى لونه اخضر كده اسمه كومنت. تمام، بيظهر عندي في الشريط ده حاجة اسمها كومنت ونون كومنت. يعني لو عملت كده شال الكومنت، عملت كده عمل ايه؟ كومنت. والكومنت طبعا معروف في كل لغات البرمجة. لو انا عندي سطر ليا بعمل ديكومنتيشن، او هنا مثلا بقول له ديك ليه variable مثلا declare variable، يبقى انا هنا ديت مش هتتنفذ. بس ليه انا؟ ان انا بقول له انا هنا معرف متغير. طيب احنا خدنا متغير اسمه انت، تمام، انت اكس بيساوي كام؟ بيساوي 5. ده هيشيل ارقام صحيحه. طيب عايز ارقام صحيحه بس كبيره قوي، قال لي اللونج واي بيساوي، شايف الرقم ده؟ رقم كبير معايا. طيب عايز احط رقم عشري، فقال لي في عندي حاجه اسمها الايه؟ فلوت. اهو تمام، فلوت مثلا اف ال بيساوي 2. طبعا لو انا عملت سيمي كولون كده ونزلت، بص الفلوت هيعمل ايه؟ اعترض، قال لا طب ما انا مديله رقم 10، 2.55 من 10، ايه المشكله؟ قال لك لا الفلوت في لتر لازم أن يتحط بعد النمبر، لازم أن اكتب اف، وهقول لك اللتر ده لازمته ايه بس مش دلوقتي. تمام، علشان بس ده شكل كده من حاجه اسمها الفاكسد، او انه يعرف ان ده فلوت عشري بس فلوت، لان انا ممكن اقول له ديسيمال، ديسيمال دي ام ايكوال. طبعا الفروقات ما بينها هيبقى معاك فايل في الفروقات اللي موجوده ما بينهم، حط دي بس دوت سيمي كولون ونزلت. معترض برضو مع ان القيمه سليمه، اه ما هو الديسيمال لازم انا احط جنبه ام. تمام، يبقى خلي بالك الاثنين دول غلسين شويه. حتى الدبل المفروض احط بس احنا ما بنحطش دي او مثلا. اه جيت اعرف متغير كتبت دي او لقيته عمل لي تظليل عليها كده، دي كلمه محجوزه ما ينفعش استخدمها دي او يو. اه كده بقت كلمه مش محجوزه، فابدا اقول له يعني ايه كلمه محجوزه؟ يعني كلمه دو ديت في اصل اللغه، فما ينفعش ان انت تكتب لي دو. طب انا افهم بقى دو بتاعتك ولا دو اصل اللغه، او السنتكس اللي موجود في اللغه، الاكسبريشنز اللي موجود في اللغه، فلازم انا اغير. مثلا هنقول كده، بس انا لو وافقت دبل مفيش مشكله، يبقى المشكله عندي في فلوت وايه ديسيمال. لازم لما اعرف احط في الاخر في الفلوت اف، في الديسيمال احط ام، وهنعرف ايه السبب بتاعها. طيب لو انا حبيت اظهر الحاجات دي كلها، فانا ممكن اجي هنا اقول له كونسول دوت رايت لاين، اكتب معايا اكس، واجي هنا كوبير اكس وواي واف ال ودي دي ام ودي او يو. لو انا عملت دلوقتي كنترول اف 5، فكتب لي 5 والرقم الكبير ونزل لي الارقام اللي انا حطيتها. طيب كويس قوي، عايز كده يبقى انا خلصت الارقام.
طبعا الارقام في عندي حاجات تانية زي مثلا اس بايت او البايت. هي البايت عبارة عن ايه؟ بايت مثلا بي بيساوي 255، ده اخر رقم اتكتب معايا في البايت، واخد بس كوبي من الاخ ده وهثبت لك ان هو اخر رقم. لو انا جيت هنا كده ورحت جاي قايل له مثلا بي، طب خليه ديت 6، تعالى نكسكيوت كده. هو حتى حاطط لي اوت اوف رينج، ان المفروض ده ما اقدرش ان انا ايه اتحكم فيه، لان المفروض ان انا مش هقدر اخليه كام من نوع بايت، من 0 ل 55. طب لو خليته 55 وقلت له اكسكيوت كنترول اف 5 طبعه وقال لي مفيش مشكله، يعني الليمت بتاع البايت من 0 لكام؟ 255. في الجدول اللي انا مديه لك ان شاء الله وهبعته مع الفيديو في الشرح بتاع النقطه دي واضحه قوي، كل واحد الحدود بتاعه وكمان حجزه في الميموري قد ايه. طيب في عندي اس، يعني ممكن اس بايت مثلا اس بي بيساوي ده اخره 100 127، تمام، من سالب 128 لموجب 127، يعني لو قلت له 127 مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله منه، تمام. لكن لو حطيت 28 هنا، بص كده 28، اسف انا معترض، هيقول لي طب الكلام ده انت بتستخدمه ليه؟ بتعمل مثلا حاجه حدود او وحدات اخرها الرقم ده او الرقم ده، فبدل ما تستخدم الانتجر وتبقى المساحه محجوزه كبيره في الميموري، لا بتستخدم الحاجات الصغيره، تمام. يعني عامه الاشهر في الاستخدام يا جماعه الانت واللونج والدبل والديسيمال، حتى الفلوت الى حد ما كتير من الناس ما بتشتغلش بيه. طيب وفي عندي الشورت طبعا، كل الحاجات ديت هنشوفها في خلال الاستخدام وهتبقى اوضح. وفي عندي طبعا اليو انت اللي هو مجاميعه كلها بالموجب مش بالسالب، ما ينفعش احط فيه قيمة سالبة. طيب ده بالنسبة للارقام. طب عايز الحروف او النصوص، قال لك في عندك سترنج، سترنج مثلا نيم ايكوال مثلا ما بين دبل كوتيشن سيد حواس، يبقى ده الاسم اللي ايه اللي هينطبع، تمام. طيب افرض عايز اطبع حرف واحد، فبقول له ها كاركتر او شار او كاركتر، هي كاركتر سي اتش بيساوي بس هنا بحط الحروف ما بين سنجل كوتيشن ايه بس، ايه بس، تمام. طيب تلاحظ ان ده تحته علامة زجزاج اخضر وده وده، طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا ما استخدمتوش. طب ما انا اجي هنا واقول له كونسول دوت رايت لاين اطبع لي قيمة اس بي، وتحت كونسول دوت رايت لاين اطبع لي قيمة النيم، وتحته كونسول دوت رايت لاين اطبع لي قيمة السي اتش، يبقى انا كده بحط قيم وبطبع. طيب يبقى النصوص عندنا يا اما سترنج يا مين، يا اما مين شار. حلو قوي. طيب نخش بقى على النقطة التانية، عايز حاجة ترو او فولس، في عندك حاجة اسمها بوليان مثلا، بوليان هي ترو او فولس، فانا هقول له مثلا جود ايكوال ترو، يبقى القيمة التانية بتاعتي هي مين؟ فولس. لو حبيت اطبعها نفس الحكاية، اجي هنا اقول له سي دبليو اللي هي كونسول دوت رايت لاين لمين؟ لجود، اطبع لي قيمة جود فهيطبع لي ترو، لو اتغيرت هتبقى فولس. خلي بالك انا بعرف وبدي قيمة على طول. طيب لو انا عايز متغير من نوع date and time، فبقول له date time دي مثلا معايا. بس دي هنا لازم يبقى لها شكل شوية. ازاي؟ انت عايز الوقت امتى؟ بقول له مثلا equal date time dot now. date time هنا struct معايا، فباخد منه حاجة. ديت تايم هنا ايه؟ struct، زي انت لما كنت بعمل كاستنج دوت بارس، يعني ده عبارة عن ايه؟ struct. فالstruct ده جواه مجموعة منين؟ من البروبرتي او الخصائص اللي ممكن اتعامل بيها معايا. زي ما كنت بقول له، لو فاكرين كنت بقول انت دوت بارس،
طب ما هو انت ده واحنا واقفين عنده كده، لما بكتب انت، انت ده في الاصل عباره عن ايه؟ اقرا معايا كده، struct، شايفه؟ struct system. ايه الاستراكت وايه قصته؟ مبدئيا يعني معلش هقولها دلوقتي بس هي تعتبر كده غلط. الاستراكت شبه الكلاس، شبهه يعني جواه مجموعه من الميثود. هعرفها دلوقتي بالشكل ده، محاضرتين ثلاثه ان شاء الله وهتبدا المساله توضح لما هنبدا نقرا. تمام؟ طيب دلوقتي انا لو عايز اطبع ديت التاريخ، كل اللي انا هعمله كونسول دوت رايت لاين اطبع لي دي. تعال نتفرج كده الشكل بتاعنا وصل لحد فين. الارقام بتاعنا الاي ده الكاركتر، ده السترنج، ده الكاركتر، ده ترو والفولس، وادي عندي مين الوقت بالايه او التاريخ والتايم. طبعا ازاي بقى اخد حته من التاريخ وازاي اخد حته من الوقت والحاجات دي كلها لسه هنتكلم عليها ان شاء الله في المحاضره الجايه بتاع الكونفرتد بقى، وازاي اشتغل بتحويلاتي والكلام ده كله. بس انا اشتغلت على الكلام ده. في عندي بقى البيز، الباشا البيزد بتاعها، الحكايه او القصه اللي موجوده في الاوبجكت اورينتد، كل دول مبنيين من حاجه اسمها اوبجكت. او بيساوي، بص بقى هنا، واحد اتنين تلاته، اعترض؟ طيب جيت تحت ورحت جاي قايل له بص وهعملها اساين، او ايكوال سيد، اعترض؟ لا. او ايكوال ايه كاركتر، او ايكوال، كل ده ما بيعترضش معايا. رقم ديسيمال. طيب او ايكوال ترو، من الاخر الاوبجكت يشيل اي حاجه. طبعا دي مش او، دي زيرو، معلش انا اسف. الاوبجكت يشيل ايه؟ اي كونتنت. طب هتقول لي طب انا لو طبعت دلوقتي او، حد يقول لي كده مثلا، هتبقى معايا اخر قيمه اللي هي ايه؟ اخر قيمه اللي هي ترو بس. يعني هو شال ده، شال الرقم الصحيح، شال النص، شال يشيل حتى الديت معايا. يعني انا لو جيت ان هو قلت له او ايكوال دي، شال التاريخ، يشيل اي حاجه. يعني في الاخر هنجيب ده بس تحت كده عشان انا عايزه يظهر في الاخر ترو، يشيل حتى الديت. لو انا عملت اكسكيوت دلوقتي، وليه انا قلت كلمه بيز؟ كل دول يا اساتذه مبنيين من الاوبجكت ده، خلي بالك. في او مبنيين من الداتا تايب دي، في اوبجكت بعد كده، او في داتا تايب تانية غير اوبجكت هنتكلم عليها. الفار، الفار ظهرت في 3.5، وهدي لك مثال قوي قوي ايه الفرق ما بين اوبجكت وفار، لان في ناس فاهمه ان الاثنين واحد. لا، فار حاجه، اوبجكت حاجه تانية، وهندي مثال ان شاء الله في المحاضره الجايه الفرق ما بينهم. لو انا عملت اكسكيوت في الكلام ده دلوقتي، بدا يظهر عندي كل المتغيرات اللي انا بشتغل عليها، واخيرا ترو ظهر بالشكل ده. تمام؟ تهيألي المحاضره بتاع النهارده كده تعتبر محاضره دسمه الى حد ما. هنتكلم المحاضره الجايه ان شاء الله عن الكونفرت، ونبدا على طول في الستيتمنتس. ارجو ان الكلام يكون واضح، المشاريع بالسنابنج او الصور او بالرسم، حتى بالبرزنتيشن ان شاء الله هكون معاكم. معلش لو اطلت في اول محاضرة، وبشكركم جدا على حسن الاستماع، ومنتظركم ان شاء الله بكرة الساعة 10 علشان نعمل المحاضرة او المناقشة بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.